والسؤال الثاني يقول الأخ: إذا حج شخص الحجة الأولى التي هي فرض ولكنه لم يتقنها كما ينبغي، فهل عليه أن يعيد الحج مرة أخرى؟ وإذا أعاد الحج فهل يكون ذلك فرضا أم سنة؟ لا، هو يكون سنة فقط، ويعني أدى الفرائض، يعني أدى الحج بفرائضه، إنما يعني في أشياء لم يؤدي فيها السنن أو عمل ببعض الأقوال دون بعض. فافرض هو يريد أن يحج حج بقى على جميع المذاهب، يعني بدل ما يخرج من المزدلفة عند ظهور القمر الساعة 12 بالليل يقول لك لا سأبيت في مزدلفة وأصلي فيها الصبح، يعني بدل ما كان يعمل مثلا بيرمي الجمار في الصباح يقول لك لا أنا هحج حجة يعني أرمي فيها في المساء بعد العصر أو كذا، أروح أرمي أو عند المغرب، يعني يقول الحجة يتقنها إتقانا كاملا، يكثر فيها من ذكر الله ومن الصدقة ومن كذا، لا مانع ان الانسان يعني يعيد الحج بهذا، هو ليس فرضا عليه، انما لا مانع ان يحج حجة اخرى نافلة يتقن فيها الحج ويؤديه كما ينبغي، هي ستكون نافلة من غير شك، لان الحجة الاخرى تمت صحيحة ما دامت تمت باركانها وفرائضها، فلا ليس يعني شيء، انما يريد حجة كاملة لا مانع من هذا، وهي من السنن وليست من الفرائض.